اذا متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مدينه اسفي احنا الان متابعينا كنتواجدوا برفقه اب والاخ ديالو هذا الاب هذا متابعينا تزادت عنده واحد البنيه يعني عندها تشوه في الوجه ديالها وحتى الفم يعني باش تاكل متابعينا ما عندهاش يعني بنيه اللي الله عندها 20 يوم 20 يوم عندها دابا بنيه يالله عندها 20 يوم اه قدر الله انها تزاد يعني بواحد التشوه الاب الحاله ضعيفه لحني الله رحيم كيخدم فقط في الموقف مره كيخدم وعشرة لا يعني حقيقه ان متابعينا المشهد كيبكي يعني ملي شفنا الحاله ديال البنيه كيفاش دايره يعني والله العظيم متابعينا المشهد كيبكي يعني بنيه صغيره يلا عندها عشرين يوم ما كتزاد لا في الوزن لا والو بسبب انهم يعني ما كيتوفروش على واحد الاله العباره عن على رضاعه اللي كترضع هذه البنيه صغيرة حيت ما عندهاش الفم باش 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 ترضع وباش تاكل الاب متابعينا مصدوم يعني ما عارف ميدير الحاله ديالو وكرر انها جد ضعيفه كيسكنوا فقط في حي شعبي في بيت اه تفضل سيدي قرب الساده المشاهدين من الحاله ديالك السلام عليكم خويا قرب السلام عليكم راسك وحاول خويا حنا حمدنا <applause> الله وشكرنا على هادشي اللي عطانا الله اللهم لك الحمد هاد الدريه تزادت بحكا انا الحاجه الوحيده اللي كنطلب هي بنتي ما ما عند عندها هذا المشكل ديال الرضاعه كنطلب من الناس اللي كيشوفوني يتعاطفوا معايا على قبل هاد الدريه هادي بغيت نركب لها لاباراي لكن شي, شي طبا اه تي سمعوني تعاونوا معايا على هاد الدريه باش نركب لها لاباراي باش لان دابا ما تترضاش رضاها ما تتوش لي طبيعية تتخنق لي في كل ساعة في كل دقيقة كن حار معاها باش ما تتخنقش لي الحل الوحيد اللي عندي هو ذاك لاباراي من هنا تدير ديك مدة ستة شهور عليهم يمكن غدير العملية هذا جوج عمليات وحدة داخل في لها وحدة برا هنا على حساب الشيربة والحالة خويا راه حالة ضعيفة معاها ما عنديش امكانيات باش انا نلقى غادي جاي للرباط ديك النهار فاش ديتها تعاون معايا الناس باش مشيت وهاد الخطره تاني يا مع قلد الخدمه عندنا مع هاد كورونا عند عندي الجهد النهار تنخدم بزز سيمانة ولا يومين ولا اربع ايام تن تنبقى قاع ما تن تدق الحليب وليكوش ديالها ما تنجيبو دابا الا بما سقط النفس الحاجة الوحيدة اللي كنطلب هي هاد البنية بغيت نعالجها بغيت نعالجها وكنطلب من طبا ولا محسنين ولا أي جمعية تعاون معايا راه ما راه ما لا بالليل ولا بالنهار نعاس ما بقاش عندي ما بقيت ناكل ما تنعرف لا ماكلة لا شراب لا حاجة همي الوحيد هو الطفلات <تكلم> بزاف اخويا بزاف تن من تنشوفها وتنهزها راه شنقول لك خويا واحد توصل هي لواحد المرحله اللي عينيها تيتقلبوا من ما تلقاش بس ترضع ديك الحليب عينيها تيتقلبوا لا بال كي ديروا دابا حتى كتكتيو <تكلم> بزز بز المهم ما تتقلب لي دابا معاها المهم انا خدمتي ما بقاش تمشي لي اخويا على حساب الطفايلات انا يعني دابا الوحيد اللي تنعرف تنتساعد معاها باش تترضى عليا تنوقفها بحكي و... وبمشاقة النفس باش تترضى عليا يعني شنو نقول لك اخويا لا اله الله تنعس ما تنعس بالليل ما تتنعس لينا على حساب ما تتشبعش هي في الرضاعة هادي كنطلب من شي محسنين ولا شي طب ولا عندهم شي حل يتصلوا بيا ندير اي حاجه نديرها ديا عندهم وخمات فين فين يكون ديها الحاله ديالك ضعيفه الحاله دي ضعيفه اخويا ولكن الغالب الله ما عندي من من الدموع الغالب يعني... الله اخويا ما عنديش ما عنديش مدخول اللي نقولوا غادي باش نداوي بيها الدرية انا ما نديها ندير نداويها ولكن الغالب الله خويا الحالة ضعيفة ما كاينش خويا مثلا بعد النوبات ما تنخدموش الصيمار ما تنخدموش لا لا الله وهذا يا حنان الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله أرسل اللي كتب الله أخويا ما عندنا مندير ندير ها هو بنادم تبقى هذاك الضغط شويه ديال الخدمه ما عندكش وما كاينش العوين لا لا الله انا بوحدي تنزل السكنة راه معاوني نسيب عاطيني داك بويت اللي شتا خويا هو باش ساكن تماه السكنة ما عنديش راه عندي هداك البيت اللي عاطي ليا نسيبي معاون معايا فيه باش ساكن و الدري الصغير هدا خويا هدا اللي كبر منا تا هو مريض و مرة تنديه عالطبيب مرة متلقاش باش نديه حاليا دابا هو مريض و ما بقايش تن وليت تنشوف في خطو بقايش تنشوف فيه هو ولا إله إلا الله أخوه، غالب الله الحمد لله والشكر لله ما عندنا ما نقول هادشي اللي كتب الله حنايا حامدين وصاطين لا إله إلا الله يعني شنو الرسالة اللي بغيتي توجه للمحسنين رسالة أخويا اللي بغيت نوصل هي المحسنين تعاونوا معايا على طفيلة انا ما باغي والو الراسي يعني انا بغيت اطفي لما تضيعش بغيت ما من الرضا من القرايه غدا ولا بعد غدا تكبر هاد بغيت قرا هاد بزاف تاع الحبوش هادشي اللي تنطلب من المحسن والغالب الله خويا ما كراش ليه, يعني ليه يعني انا ما كراش لي باش نداويها ولا باش هادشي اللي كاين كنعاني خويا وبزاف انا عاني بزاف نقلد الخدمة بزاف ما كاينش العموين ما كاين حتى حاجة يلا حدا عشرين يوم يلا عدى عشرين يوم خويا وما كتزاد ما والو في نفس الوزن نفس الوزن باش نهار الاول من السبيطار هي باش بقى دابا كترضى عليك واحد الثانية ولا شوش كتخنق كتخنق كيطلع لها داك الحليب الاخر هنا الفوق كتخنق يا خويا لا لا الله هادشي اللي نقول خويا <سؤال> اخوان السلام عليكم انا الاخ هشام بسميتي الاخ ديال هذا الاخ الصغير هو الاخ ديالي الكبير المهم الاخوان ديالي هذا الاخ ديالي تزارت عدو واحد البنيه هاد البنيه تزارت تفاجئنا الحمد لله اللهم لك الحمد زرت انها عندها واحد تشوف في الفم ديالها لانها ما كتحكمش في بزولة باش ترضع ولا كتحكمش في الشيء رضعها بلا غترضعها بها المهم اخوان طلبو من المحسنين أو مع الدري هذا راه خدام في الموقف ويعني بنادم مني كيمد وجهه للكاميرا انه باش كتل الا باش انه وصلت ليه العظم كما كنقولوا وصلت بيه وداقت بيه الدنيا وك عارفين مع كورونا بنادم مأزم بلاش بلاش بنادم مأزم بلا كورونا بكورونا بنادم مأزم ما عندوش تعال القوت ديال العيش ديالو انه باش يدخل واحد المدخول فالنهار ديالو راه ما غيلقاش حيت هاد المدينه عندنا راه معروفه مدينه اسفي دابا تزالت بكورونا الدراري الشباب كل شي مريح المسؤولين ما مهتمينش بهذه المدينة كاع هو دابا دا سمع مني لي المرأة قالوا لي وداد الدرية خاصها تطلع الرباط ما قالوش لي أودي واش عندك باش تداو الدرياق الدرية ما قالوش لي أودي فاش خدام ما سولوش من ديبار قالوا لي شوف غطلع الدرية غدا الرباط عطاو برام مسمرة جينا تعاوننا مع بعضياتنا جمعنا لي فلوس طلع الرباط شدينا لي طونوبيلات قادين لي مسائل ديالو صيفطنا الرباط مشا عند داك الطبيب مع الصباح من ثلاثة الليل حتى خمسة ونص تاع الصباح ستة الصباح مشاو الوالدة ديالي والبنت ديالو مشاو قدام العيارة العيادة تاع طبيب الطبيب كيتفاجؤوا أن داك الطبيب بعدا كونجي ما كينش. في داك السبيطار ما كاينش كونجي وهاد الدري علاش ما يتبلغش هنا ويتعيطو من هنا من السبيطار يتعيط في التليفون داك الطبيب اللي غيترون ده عنده هوايه يقولوا ليه ودي واش الطبيب كاين ولا ما كاينش على هاد الدراري فلوس الفلوس ما غيجيبها الف ريال غادي بها طال الرباط وكيتفاجئ ان الطبيب ما كاينش وكيرجع بلا نتيجه ما كيرجع بلا والو ملي كي كيجي للسبيطار قالوا ليه ودي ما عندنا ما نديرو ليك الطبيب خارج كونجي علاش هاد السبيطار ما يكونش فيه الطبيب اللي غي يشوف هاد الحاله هادي ويتبع مع هاد الدري هذا لانه هو الله اللي عالم بيه علاش حنا خاصنا ديما في الاسفي دي خاصنا ديما بينا نداوق الراس بينا نداوق الكلاوي بينا نداوق اي مرض خاصنا نخرجوا من اسفي علاش اسفي ما يكونش فيه هاد الطب هذا ديال الطب الاختصاصي علاش ما يكونش عندنا في هذه المدينه واش حتى الدرجه هذه المدينه تهمشت واش هذه المدينه دل هذه فيها الخيرات فيها المارسا فيها الفوسفاط فيها الطاقه فيها فيها بلا فيها الخيرات اللي ما كاينش في مدينه اخرى وكنت فيها وديما خاصنا نخرجوا من هذه المدينه لا بينا نداو شي شي حاله خاصنا نخرجوا حتى نمشوا لمراكش نمشوا للرباط نمشوا علاش علاش هذيك المدن كي علاش هذيك المدن مجهزين هذه المدينه مهمشه علاش علاش واش ماشي حشومه باش حسيو ما الدري خدام دابا في الموقف وتزير عندو هاد البنيه و ورداها ب 12000 ريال رداها وحده ب 12000 ريال وصدق عليك 12000 ريال زيد على 8000 باش يدي بنتو على الطبيب باش يديها وكيتفاجئ ان الطبيب ما كاينش ها هو ولا محروم من رداها ومحروم من الطبيب اللي هو ما عرفش هذاك الطبيب اصلا علاش ما يكونش علاش هذاك الطبيب ما يكونش عندنا حنا هنا علاش بالضبط تيطلع هو الرباط علاش علاش هاد المدينه علاش ما المسؤولين ما فيهاش هما هاد المرشحين اللي كنعطيوهم صوتنا علاش ما يبانوش علينا واش تا كيقرب الانتخابات كتبقى لهم اربع ايام وكيتم وجه يطلعوا علينا يبانوا معنا في الواجهه يوم مره وكيلوحونا لخمسه سنين من خمسه سنين خمسه سنين عمرنا حتى مرشح وقف معنا الباب دقينا اللي دقيناه كيتسد في وجهنا خاصك تشوف مرشح ما كاينش ما كاينش تعيط لي ما يجاوبكش ما مسوقكش تا كدوز خمسة سنين ويجي ويدير طواني بيل تفك عصري قدام باب آه السلام سلام اش خاصك يقدم معايا لا سي قدم معايا خمسة سنين اللي فاتت علاش تكمل خمسة سنين تما جاي عندنا راه عيب وحشومة هاد البلاد تهمشت هاد البلاد تهمشت من الاخر هاد البلاد تهمشت خاص جلالة الملك يجي يدير فيها شي زيارة زيارة بالتخبية زيارة ما يعرفهاش شي واحد يجي يشوف اش كيطرا في هاد المدينة هاد راه عيب وحشومة الناس راه وصلت لها العظم الله يرحم كل مولدي إحنا دابا كنا كنا في كنا شي حوايج كنا كنشوفوهم دابا ولينا كنعيشوهم هاي دابا الحاله الانسانيه هي عندنا في الدار كتعاني من المستشفى بزاف بزاف وهادشي عارفين انه المسؤولين وعارفين انه المسؤولين الكبار زابونية في السبيطار من الاخر من معرفة الفلوس كاين التدويرة مرحبا كاين الزابونية مرحبا ما عندكش ما كاينش اللي يعقل عليك ما كاينش اللي تسوقك وخا تموت تلاح تما ما كانش لي عليك على هذا راه ماتت 11 واحد والبارح بسبب الاكسجين هذا راه باين وواضح بلا من احنا كنك كنك ما نبدا نكذبوا عليه ياك حنا كنا كنقولوا كنا كنغوطوا ولكن ما حتى واحد ما تسوقنا ولكن ها هو دابا قدامكم واضح وبين ما مك... اسفل طالما خرجت عده وقفات احتجاجيه باش الوضع ما اللي تسوقنا ولكن دابا حنا عشنا هذا يعني خرجنا غوطنا وقلنا السبيطار وقلنا انا خويا مات خويا الله يرحمه مات بالسكر مات يفريدي في السبيطار بسبب ايش ؟ من طلعتو انا المسار طلعت الفوق قالت لي الطبيبه ما يمكنش لي وخويا اخويا اديتو حي كدير لي دارت لي الطبيبه ها قلبت لي عيني دارت فيا قالت يا خويا انا ما نداويش الدري اللي ما شاف الطبيب من هو على الطبيب ما لقيتوش الطبيب لتحت في لي لتحت ما لقيتوش ما لقيتوش عاوتاني خويا وطلعت بها عنده الفوق وقلت ليها ودي راه ما كانش الطبيب الله يرحم ودي عتقل يا خويا انا غنجيب لك ورقه قالت لي لا ما نقربش الطبيب وبقيت كنت ديفون جيبو تماتيه في ليدي ماتي في المسار في ليدي مات لي خويا في ليدي؟ علاش مش حتومه اش ديما حنا غنبقاو مقموعين ديما ديما يضيع منا واحد جوج بسبب السبيطار حسومه وعيب راه حسومه وعيب راك انتوما كنتوما مسؤولين ديال هاد المدينه راك كنتو كداو كنت ريوسكم كداو ولادكم في شي سبيطارات خاصه شي طبه خاصه وعندكم عندكم عندكم باش تمولوهم حنا راه الله اللي عالم بينا حنا راه الحمد لله جلاله الملك دايرين هاد السبيطار علاش عارف الشعب ديالو مضرور لكن الملك يحس فينا خاص المسؤولين تاعهم يكونوا ماشي هو عاطي واحد ديروا عليه باش انه جلاله الملك خلال الخطاب الاخير ديالو كيقول انه ملي كيمرض الشعب كيمرض حتى كي اه يعني هو حاس بالشعب ديالو وكل المسؤولين ما حاسينش بينا المسؤولين كيبغي يخشي صافي كيبغي يخشي في جيبو والشعب يدبر راسو الوحيد اللي حاس فينا هو جلاله الملك ولكن اللي غيعوقف مع جلاله الملك ما كاينش الله ينصر سيدنا ويا ربي يدير شي زيارة بالتخبية ويجي يشوف الشعب ديالو كي كيعيش وبالضبط في مدينة آسفي مدينة آسفي راه الشحط بزاف كلت الشحط وزارت كلتو وبزاف بزاف لا في الشباب ديالها ما لا في الصحة لا في التعليم لا في بلا والو تاع الحوايج بلا والو تاع آسفي حاجة واحدة اللي كيعجبوها كيعجبوك في آسفي هيك في مكان شي زبل كيجيبو حاشاكم يلوحو في مدينة آسفي من الآخر اه ما كيمشو سين دابا نديكو وزين لوزين تشوف النفايات مليوحين كامل يولي شاط اليوم كيجيبو هادشي باش كيعجبوك في اسفي اما الصحه والخدمه والشباب اسفي لطالما كانت مدينه رائعه ديال ديال اسفي شوف اسفي غنقولها بالغصب على اي واحد اسفي حاضره المحيط اسفي غتبقى حاضره المحيط المحيط بالرغم عليهم باش ما بغاو شي واخا واخا وسخوها بالهضره ديالهم واخا وسخوها بالافعال دي بالافعال ديال دي المسؤولين ديالهم اسفي كتبقى هي اسفي ولكن المسؤولين ما كاينش. أنا في الموضوع هو في الموضوع في السبيطار علاش هذ البنيه اه علاش دابا هذ البنيه علاش ما السبيطار؟ علاش خاصنا خاصنا نمشي حنا دابا الموضوع جابدين على الصحه على الصحه راه عندنا حنا الحاله حاله انسانيه دابا حنا البنيه هذي يجي يشوفوها المسؤولين ديال السبيطار ويجيو نوروها ليهم ويشوفوا البنيه ما كترضعش انا انا مشيت السبيطار وطلبت الناس وطلبت واحد السيد واللي وقف معايا حتى ودخلها باش ولدت المراه مرت خويا انا جبتها ديتها دخلت دخلها هو السبيطار ورجعوها لي السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس واللي حنا كطاقم شفتي غير لاحظنا في السبيطار انه كتستعمل سياسة في السبيطار اه ما بقاش كتشوف الطبيب ولا كي كيوقف عليك كيقول كي لك السيكيريتي ولا كيشوف المراه حامله يقول لك وقتاش تولد يعني بحال م... هو عارفه واش غتولد ولا ما غتولدش على هذا ماشي ماشي هذا ماشي خلل يعني كاينين مواطنين اللي قالوا لنا أنه كاين منتخبين اللي كيديروا الحمله ديالهم في السبيطار آه, اه ما عارة. يمكن ضروري على غتولد تمشي للسبيطار والسيد غادي بمرته حامله كتوجع وكيقول لي سير ديها تتولد إذا إيه انت اش كدير تتم علاش إيه دا يمكن 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 احنا حنا ما عارفينوش حنا ما عارفينش هاد المافيا اللي داخل السبيطار اش كدير هاد راه ما ما عرفناش ما عرفناش حنايا ما عرفناش هادشي منيش علاش هاد الدري ما تعالش علاش الدري ما يوقفوش مع المسؤولين ويحسبوها بنتهم ما يحسبوهاش بنتهم يحسبوها بنتهم هما ويش يشوف هاد البنيه اللي ما كترضعش يشوف هاد البنيه علاش شنو السبب اللي مخلاها ما كترضاش؟ مهدده في اي مهدده راه صاحبي راه بحالها هي دابا البنيه بحالها مقريفيه حنا البنيه عندنا حنا بحالها مقريفيه هادشي ديال الله اي الله اللهم الله. لك الحمد هادشي ديال الله حنا حامدين الله وشاكرين ولكن السبب كاين علاش المسؤولين علاش كيقول كي لك ما كتجي تقول لها وداها كاين كيعطيك برا كيخسر كي عليك الطبيب كيسني لك ورقه كيقول كي لك سير طلع الرباط سير طلع مراكش علاش هادشي ما يكونش عندنا حنا هنا؟ هاد الدري ما خدامش الدري ما خدام سام ريح يعني الدري ما عندوش باش غي ما عندوش حتى فلوس طاكسي باش غيجيبو غي من السبيطار القليعة 300 دريال كيخدم في الموقف الله اللي عالم به علاش هو دروك ما دوجو ولاد الكاميرا باش انه أول ما بنادم ما دوجو ولاد الكاميرا الا وكيتوصل به العظم يعني بنادم تغلب الناس كنقول لك انا الناس فهاد كورونا ما عادش حتى المدخول ديال العيش ديالها ما ادراك دوز تزاد عندك النيه قليل قليل داوي احتياجات خاصه ما عادش باش ترضع وما حشوماش ما كانش طبيب اللي بغى يقدم لي يد المساعده ما كانش طبيب اخويا اللي كيقدم لك يد المساعده نقولها لك من هنا كيخسروا عليك حاجه وحده كيعطوك ورقه يسنوا لك ما كيقولش لك انت فين غتمشي بالضبط حدو كيقول يقول لك سير السبيطار عاد من الله اعلم على هذا دروك اللي جامعين حنا 20000 ريال ومصيفط ورباط الرباط ومن مشى الرباط يقولوا لي الطبيب كونجي عليك انت الدريه الدريه كانت عندي داخلي نقتلوه احنا في الطريق يعني في آه مشكل كاين مشكل خاص بأ... اول حاجه بعدها خاصها تكون خاص يكون رابط الاتصال ما بين السبيطارات لا كانوا هما اصلا ك... لو كانوا يدوا على القاعده ديال انهم يصيفطوا بنادم يكون رابط الاتصال ما بينهم وما بين الطب اللي غي... اللي غيصيفطوا بنادم تيدات واحد الدور واحد الابيل راه غتجي عندك واحد الحاله واش كاين ولا ما كاينش نعرفوا واش توما كتصيفطوا بنية الله اللي عالم به ما عندوش 1000 ريال كيجمعها الناس كتجمع جامع اللي 20 فيهم إنه في الاخر كيقول لي الطبيب كونجي. يعني بنيه عندها 20 يوم. عيب وحشومه عيب وحشومه <applause> راه عشرين يوم وحق الله خويا شفتي هاد البنيه كي دايره الى ايه من الجمال ولكن داك التشوه اللهم لك الحمد حنا بنا بنيه ترضع باش ما نخسروهاش بنا لك بنيه بني تحكم في ديك البزوله وتدخل ديك الحليب كريشه باش حنا ما نخسروش ديك بنيه فرحانين بها حقنا في الدنيا. اقسم لك بالله العظيم انا انا اللي سميت بنيه انا سميتها سميتها اسراء راك بنيه فرحان بيها انا حاجه وحده كنطلب من هاد المحسنين وهاد الجمعيات وهاد الطب شي طبيب يمد المساعده لهاد الدري هذا خويا انه يوقف معاه ويجي هو يسرق دريريه يتكلف بها حنا ما عطينا والو حنا بنا لك الدريه يتكلفوا بها تكفل بها ما فيها بس يديروا معاه هذيك العمليه ولا يدير هذيك لاباراي اللي غتعاوني على الرضاعه ما فيها باس حنا ما طالبين موال وما ما يعطونا ما نعطو حتى واحد يجي يزرك بنيه يتكفلوا بها في سبيل الله لوجه الله الله يرحم الوالدين ومن هذا المنبر كنطلب من جلالة الملك انه يتدخل في القرية تاع السبيطار ويتدخل في الموضوع ديال الاكسجين الناس راه كتموت هنايا بشويه بشويه الله يرحم والدين الوالدين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اذن متابعينا الاعزاء كانت هذه هي الرساله ديال هذا الاب والاخ ديالو اللي تزادت عندهم بنيه فعندها في العمر دابا عشرين يوم ما قادراش عندها واحد التشوه في الفم ديالها وفي الوجه ديالها ما قادراش انها ترضع يعني كتحتاج لواحد آه الاله او الرضاعه اللي دايره مليون ديال مليون دايره 10000 درهم يعني آه حقيقة متابعينا الوضع كيبكي الوضع في القطاع الصحي بصفة عامة كيبكي الناس كتعاني في المستشفيات الناس كتعاني في المستشفى الإقليمي محمد خامس ندير آسفي يعني حقيقة يجب تدخل سريع للسيد وزير الصحة من أجل حل هذه المشكل هذا اللي يعني منه الناس وأيضا طلبوا من جميع المحسنين أنهم يدخلوا ويحاولوا يقدموا يد المساعدة سواء بالقليل سواء بالكثير باش نكون سبب يعني نعتقوا هاد 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 الطفلة هادي للمتابعين متابعينا بعد وصلنا لنهاية ديال هاد البث المباشر القناة شوف تيفي إلى اللقاء على أمل أن نلتقي بكم في بث آخر إن شاء الله